فقال قتلوا في هجمات بقذائف الهاون شنتها القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح منتصف الليلة الماضية في مدينة تعز. وأضافت المصادر ذاتها أنه بين الضحايا طفل صغير إضافة إلى أحد الصحفيين والفنانين المعروفين في اليمن. بالتوازي مع ذلك نفت المعارضة اليمنية وجود أي حوار مع نظام الرئيس صالح، خصوصا بعد فشل مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر. اتهمت